هذا الجزء الجنوبي الشرقي من الوطن، وعلى مسافة 800 كيلومتر من العاصمة الجزائر، وتحديداً من قلب مدينة ورقلة، أشعت جامعة قصد مرباح منارة للعلم والمعرفة. جامعة قصد مرباح بورقلة واحدة من أهم وأبرز الأقطاب العلمية على المستوى الوطني، إذ تصدرت ترتيب الجامعات الوطنية مرات عديدة، وهذا بعد أن قطعت أشواطا كبيرة للدفع بمستوى التكوين وأداء البحث العلمي فيها، وتحفيز علاقاتها بمحيطها والرقي بمختلف أنشطتها العلمية والثقافية. أمال كبيرة في تحقيق أهداف وطموحات أبناء هذه المنطقة كانت وما زالت معقودة على جامعة ورقلة، فمنذ نشأتها تعرف حركية متواصلة من أجل تنميتها وتطويرها في حركة علمية أكاديمية رفيعة المستوى ومتنوعة الفروع والاختصاصات، تتضاعف بفضلها فرص التعليم والتكوين العالي. تعود بدايات إنشاء نواة مؤسسة جامعية بورقلة إلى عام 1987، وذلك بإطلاق المدرسة العليا للأساتذة، لتتحقق الفكرة عملا وتطبيقا ويؤرخ لميلاد محراب علم تأمه الأجيال القادمة. ازداد عدد الكليات والمخابر البحثية، ما دفع جامعة ورقلة نحو إنشاء أقطاب كبيرة داخلها وتجهيزها بمختلف المعدات العلمية والبداغوجية. بدخول جامعة ورقلة عقدها الثالث، بدت معالم النضج واضحة عليها، وأخذت في إعادة هيكلة الجامعة إلى 4 نيابات و10 كليات ومعهدين، بناء على المرسوم التنفيذي رقم 1300 الموافق للرابع عشر مارس 2013، وهذا تحقيقا لأداء بداغوجي وتسيير إداري فعال، ليتعزز ذلك مع الدخول الجامعي 2014-2015 بفتح كلية الطب التي كان لها الوقع الهام والأثر الطيب لدى ساكني مدينة ورقلة وما جاورها. جامعة قصد مرباح، هذا الصرح العلمي المتربع على مساحة تتجاوز 88 هكتاراً، تضم 4 مجمعات علمية بداغوجية بطاقة استيعاب إجمالية بلغت 24,000 مقعد بداغوجي، وتتوزع عليها جميع هياكلها ومنشآتها. يقع ضمن المجمع الأول منها إدارة الجامعة ومختلف المصالح الإدارية المركزية ومبنى كلية علوم الطبيعة والحياة، إضافة إلى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. أقدم هذه المجمعات هو القطب رقم 1، والذي يضم كلا من معهد العلوم والتقنيات التطبيقية وكلية الرياضيات وعلوم المادة وكلية الطب. يعد القطب الجامعي رقم 2 أكبر هذه المجمعات طاقة استيعابية، إذ يضم 4 كليات، هي كلية الآداب واللغات، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الحقوق والعلوم السياسية. وأخيرا أحدث هذه المجمعات وأكبرها مساحة القطب الجامعي رقم 3، أين أقيمت على مستوى كل من كلية العلوم التطبيقية، كلية التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال، وكلية المحروقات والطاقات المتجددة وعلوم الأرض والكون. كما تمتاز مقارنة ببعض الجامعات الأخرى بفضاءات علمية من أجل توفير بيئة ملائمة للبحث والتطوير على غرار المستثمرة الفلاحية التي تحتوي على أزيد من 1700 من مختلف أنواع النخيل، وبيوت بلاستيكية للتجارب التطبيقية، وأحواض لتربية المائيات، وبيت زجاجي يستخدم أحدث التكنولوجيا للتحكم بالحرارة والرطوبة من أجل توفير الجو الملائم لمتابعة تطور النباتات. لقد جاءت عملية التوسعة المتعاقبة في حجم الهياكل القاعدية منذ نشأة هذا الصرح بالموازاة مع تزايد فتح الشعب والتخصصات ضمن مختلف الميادين العلمية، تماشياً مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ونتيجة لمسعى الجامعة المستمر في إطار تنويع تخصصاتها. أخذت جامعة قصد مرباح بورقلة تشق طريقها نحو الريادة والتفوق، فكانت النتيجة استقطاب آلاف الطلبة من مختلف ربوع الوطن سنوياً، وكذا الإطارات من الأساتذة والباحثين مشكلين رأس مالها البشري. يمثل البحث العلمي الجامعي اليوم عنصراً مهماً وأحد الشروط الضرورية لتحقيق التنمية داخل أي مجتمع، وهذا ما يجعل المؤسسات الجامعية تسعى إلى تبني سياسات واستراتيجيات علمية واضحة بقصد تطوير هذا المجال الحيوي فيها. لقد دأبت جامعة قصد مرباح على جملة من الأنشطة البحثية التي تبرز معالم استراتيجيتها في مجال البحث العلمي، حيث يعد التكوين العالي لما بعد التدرج في مقدمتها.
إن تطوير أداء البحث العلمي في أي مؤسسة جامعية مرهون بالأطر والوسائل المتاحة له. تأتي المخابر العلمية بدورها الفعال في إنتاج وبلورة المعارف العلمية، وهنا برزت جامعة ورقلة من خلال اعتمادها ل 35 مخبراً للبحث يضم أزيد من 1211 أستاذاً باحثاً. كما شهدت حركة النشر العلمي لباحثي جامعتنا تزايداً محسوساً في عدد المنشورات العلمية على المستويين الوطني والدولي. كما تعد التظاهرات العلمية من ندوات وملتقيات ومؤتمرات الوجه الأبرز بين أنشطة البحث العلمي بجامعة ورقلة. من خلال الوتيرة الجيدة التي تطبعها تضرب أقسام وكليات ومخابر جامعتنا مواعيدا سنوية للفعاليات العلمية، حيث تجاوز تعدادها في مختلف الميادين والمجالات العلمية منذ 2008 200 تظاهرة، منها 90 ذات طابع دولي. إن التوجه الحالي للجامعة على الصعيد الدولي يتمحور حول الخروج من نطاق التركيز على حفظ المعرفة ونشرها عن طريق التدريس والبحوث الأكاديمية إلى مجال أرحب يتيح للبحث العلمي الجامعي المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير الصناعي ودفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي في المجتمع إلى الأمام. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال شراكات فعالة تنفتح الجامعة من خلالها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وبالتنسيق مع دار المقاولاتية أطلقت الجامعة مشروع حاضنة المؤسسات أيضاً، وهي حاضنة للأعمال التكنولوجية تعمل على مرافقة أصحاب الأفكار المبتكرة الناتجة عن المخابر التكنولوجية المتواجدة بها، وبعقد اتفاق تعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سيضاف لها مركز دعم تكنولوجيا الابتكار، ما سيعطي لا محالة دفعة قوية في إطار إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالتكنولوجيا، تماشياً مع استراتيجية التكوين فيها. تعمل جامعة قزم رباح بورقلة على أن يحيا كل فرد ينتمي إليها بوجه عام والطالب بوجه خاص حياة جامعية متنوعة ومتكاملة علمياً وثقافياً ورياضياً، من خلال تمكينه من إبراز قدراته ومواهبه في مجال التنشيط العلمي والثقافي والرياضي. إن المكانة المهمة والتميز الذي تحظى به جامعة قزم رباح بورقلة اليوم ما هو إلا ثمرة جهود الرجال المخلصين والنساء المخلصات من أبناء هذا الوطن الغالي الذين تضافرت جهودهم وتكاتفوا من أجل تطوير وتحسين ظروف العمل والتحصيل المعرفي الذي أساسه معايير الجودة. فمسيرة العمل المتواصل والدؤوب الذي باشرته جامعتنا منذ تأسيسها، وكذا الحرص على التكامل والتناسق بين مختلف وظائفها وأدوارها اتجاه المجتمع والأمة جمعاء، جاء قصد إرساء نظام متكامل للارتقاء بأدائها وسعيا نحو تحقيق أهم مبادئ الحكامة، وذلك في ظل تطبيق التوصيات والتعليمات الصادرة عن الوصاية التي تسعى إلى إصلاح وتطوير المؤسسة التعليمية الجامعية في الجزائر باتباع طريقة منظمة وهادفة في مجال تسيير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.